مفروض يعني ان هم اعلاميين مخضرمين ومحللين مخضرمين، المفروض ان هم اسماء كبيره في كره القدم. يقول لك ايه؟ الاهلي كسب الترجي بالحظ وبيكسب مبارياته بالحظ، وكولر ده محظوظ جدا. هناك حالة من التقليل لبعض من، خدوا بال حضراتكم من الكلام، هم مين؟ معروفين بالاسم ومعروفين ان هم ما بيشجعوش النادي الاهلي وبيشجعوا نادي اخر. خلي بالك ما تلاقيش واحد محايد وما عندوش تعصب لنادي معين الا بيتكلم بمنتهى الاحترام او بيتكلم باللي شايفه. فيقول لك ايه؟ بعض من لا يشجع النادي الاهلي يقول لك ايه؟ محظوظ جدا النادي الاهلي بيلاعب الترجي في اسوأ حالاته. انا بلاعب الترجي، نادي الترجي واحد من افضل الانديه في افريقيا وسيظل الفريق الافضل في افريقيا. وبالمناسبه نادي الترجي صعد كاول في مجموعته، اول في مجموعته يا شباب مظبوط؟ طيب نادي الترجي صعد اول في مجموعته على حساب ثلاث انديه اخرى، ناديين لم يصعدا ونادي صعد تاني المجموعه. اذا الترجي اللي الناس بتقول عليه وحش كان افضل نادي في المجموعه بتاعته وصعد كاول عن هذه المجموعه. والله العظيم انا بتكلم بجد، حاجات غريبه جدا الواحد بيسمعها. لكن في النهاية أنا لن ألتفت لمثل هذه الأمور، لأنه كل اللي أنا بطلبه أن النادي الأهلي ياخد حقه وأن مستر كولر ياخد حقه. أنا بقول لكم أهو الراجل ده واحد من أفضل المدربين اللي موجودين، وأنا بقول لحضراتكم مرة أخرى أنه واحد من أفضل المدربين لأنه عايز يعمل حاجة ممكن يكونوا اللي جم في الفترة اللي فاتت. وهتشوفوا إن شاء الله بإذن الله أن هذا الكلام سوف يتحقق، وافتكروا الحلقة دي كويس عشان قدام شوية هفكر حضراتكم بالحلقة دي وهفكركم بحلقات أخرى. وأقول لكم فاكرين لما قلت لكم أن كولر ده واحد من أفضل المدربين اللي جم في كذا في علامات ودلالات على اللي أنا بقوله. خلال الساعات الماضية المركز الدولي للتاريخ والإحصاء أعلن، مش اسلام الشاطر ولا جمهور النادي الاهلي بالمناسبه يعني عشان ما حدش يطلع يتناقض يقول لك اصل انتوا بتقولوا مش عارف ايه والكلام اللي انتوا بتسمعوه ده.